متابعينا الأوفياء، مرحبا بكم في محلات جلالة الديكور. أمي الحبيبة خالتي العزيزة خالتي مدام جدتي الحنونة عمتي الأنيقة، اليوم جبنا لكم أناقة ولا أجمل ولا أروع منها. الله يبارك لهم ربي سبحانه، زيد أناقة في كادر، الله يبارك ما شاء الله، يعني ولا أروع من هذا المنظر الجميل الأنيق والرائع، يعني ما شاء الله. كما راك تشوفي جبنا لكم لي كادر جدد، الله يبارك ما شاء الله، يعني شوفي كيفاش بدا هكذا باش تقدروا تشوفوا يا أمي الحبيبة، مكتوب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني حاجة مليحة بزاف. خلاص جاي في الأسود والدوري، فيه كبير صغير متوسط وفيه الله محمد، حجمين صغيرين أنيقين جميلين، ربي يبارك ما شاء الله. هذا الله وهذا محمد، هذا جبناه مجدد، حاجة مليحة. نعاودلك يا أمي الحبيبة الغالية، هذا سيتحم الله محمد بسبعمية وخمسين ألف، في زوج مع بعضهم سبعمية وخمسين ألف. نروحو الموديل الصغير هذا، هذا يدير تسعمية وخمسين ألف. هذا 950 ألف، هاوليك هذا يدير 950، وعندنا هذا يدير 1250 هكذا، وعندنا الموديل الكبير هذا يدير 1450. هذا يا أمي الحبيبة، أو كيما هكذا وندير النيلو، زيد نحلو النيلو تاعو هذا، ها يولي يبري كيما راكي تشوفي، ها شتي كيفاه ولا يبري، الله يبارك ما شاء الله، كيما كنت شتي معايا نحينا النيلو هذا يولي يبري، هكذا يولي يبري، الله يبارك ما شاء الله. أمي الحبيبة الغالية، هذا قلنا يدير 1450، هذا 1250، هذا يدير 950، وهذا يدير 750، الله محمد زوج مع بعضهم يا أمي الحبيبة الغالية. بغيتي حاجة كادو مليح كيما هذا يحمر الوجه ويزيد له، الله يبارك ما شاء الله، حبيتي ديكوري به المنزل يا أمي الحبيبة يصلح لك بلا منازع، يعني كلام ربي سبحانه، يعني ما كانش حاجة أعظم منه. زيادة إلى ذاك الأناقة تاع الكادر، يعني حاجة مليحة بزاف. خلاص كما كنتو شفتوا معايا يا أمي الحبيبة، جديد اليوم اللي هو كادر ما شاء الله. نقول لكم شكرا لحسن المتابعة، انتظرونا بجديد آخر، دمتم في رعاية الله وحفظه.